بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة إن شاء الله بإذن الله. في هذا الفيديو سنعرف المواقع الرسمية اللي حصلت على حقوق إعلان نتيجة الثانوية العامة. كمان في هذا الفيديو هنعرف حقيقة عرض قائمة أوائل الثانوية العامة على مكتب الوزير أمس واليوم، حسب ما تردد على جميع المواقع الإخبارية وعلى جميع صفحات السوشيال ميديا. لكن بداية، لو كنت طالب أو ولي أمر ومهتم بأخبار التعليم أو أخبار التنسيق، وكمان لو مهتم بكواليس وأخبار نتيجة الثانوية العامة ويهمك يصلك كل الأخبار أول بأول وما يدار في الكنترولات، فيريد تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس عشان يصلك كل الفيديوهات القادمة، ويريد تدعم بلايك الآن للفيديو، وياريت لو قدرت تشار الفيديو ده شيره بحيث تعم الفائدة. اولا هنعرف ايه المواقع اللي بالفعل تم الحصول على حقوق اعلان نتيجة الثانوية العامة. اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بان نتيجة الثانوية العامة لهذا العام 2021 سوف تعلن الاسبوع المقبل، حيث اكدت مصادر مسؤولة انه من المقرر ان تعلن النتيجة يوم 15 اغسطس الجاري، خاصة أن جميع مراحل العمل بها على وشك الانتهاء بعد ختام أعمال التصحيح اليوم في جميع المواد. لافتة إلى أن النتيجة تعلن إلكترونيا وفي المدارس، حيث حصل موقع اليوم السابع على حقوق إعلان نتيجة الثانوية العامة لهذا العام 2020-2021، حيث يعلن الموقع الرسمي لليوم السابع نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تعلن نتيجة الثانوية العامة في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس، وكل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات ومواعيد غير صحيح ولا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد، وما نعلنه ننفذه حرفيا ولا داعي للاجتهادات والزج بالثانوية العامة في كل خبر. وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 إلكترونيا على موقع اليوم السابع، حيث يتاح للطلاب معرفة نتيجته في جميع المواد بجانب المجموع الكلي من خلال رقم الجلوس. حيث لفتت الوزارة إلى أن مؤشرات نسب النجاح في كل المواد التي انتهى تصحيحها لحد الآن مطمئنة تماما ومقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ ليس في نسب النجاح العامة ولكن في شرائح توزيع الدرجات، وبشكل أوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على أكثر من 90% أو نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80 و90%. حيث أوضحت الوزارة أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها وبعد التشاور مع وزارة التعليم العالي، ولن تصرح بأي شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعا للبلبلة ولكي لا نقدم معلومات منقوصة. أما بالنسبة لحقيقة عرض قائمة أوائل الثانوية العامة أمس أو اليوم، فهذا الخبر ليس له أساس من الصحة، لأن آخر يوم بالنسبة لتصحيح جميع امتحانات الثانوية العامة هو اليوم. سوف ينتهي كنترول الثانية وجميع الكنترولات من تصحيح جميع المواد اليوم مساء. وبالنسبة لقائمة عرض أوائل الثانوية العامة على الوزير، من المتوقع أن تعلن غدا مساء على مكتب الوزير. ومن المعلومات اللي وصلت، وبالنسبة للمعلومات دي معلومات غير رسمية، بأن الأوائل لحد الآن ما يقرب من 37 طالب وطالبة، أغلبهم أو المحافظات اللي تصدرت المشهد محافظة القاهرة، محافظة القليوبية، محافظة المنوفية، ومحافظة الأسكندرية وأسيوط وصوهاج. وبكده يكون عرفنا المواقع اللي حصلت على نتيجة الثانوية العامة، وكمان عرفنا حقيقة عرض قائمة أوائل الثانوية العامة على مكتب وزير التربية والتعليم. دمتم في أمان الله وبالتوفيق لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.